بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء الخامس لمساق التهوئة في المباني، استكمال اللقاء الرابع تصميم أنظمة توزيع الهواء. حيكون عندنا تصميم مجاري الهواء. محاور اللقاء كل مقدمة طرق تصميم مجاري الهواء، طريقة الاحتكاك المتساوي، طريقة الاحتكاك المتساوي باستخدام خرائط الفقد في الضغط، طريقة السرعة التناقصية. يكون لنا تمرين على طريقة الاحتكاك متساوي إن شاء الله. بخصوص المقدمة، طبعا عارفين أنظمة تكييف الهواء بعد دراستها، بعد دراسة أنظمة تكييف الهواء وحساب أحمال التبريد، معرفة دورات التكييف المركزي طبعا الهواء، درجات الحرارة والرطوبة، الرطوبة النسبية، هذه كل أمور تحقق الراحة الحرارية في المكان وأيضا الإنسان. نعرف أنه عملية نقل الهواء المكيف خلال مجاري الهواء أو الممرات يلزمها طبعا من خلال مناولة، وحدات مناولة الهواء طبعا، وتوزيعها على الغرف في الأماكن المطلوب تكييفها. وبالتالي نظام نقل الهواء من مجرى رئيسي نحتاج إلى، حيكون من ضمن النظام متوفر أو موجود مروحة. هذه المروحة تعمل عملية دفع الهواء من طبعا من عند مخرج أو من عند مخارج وحدات مناولة الهواء، حيتم تفريقها إلى الممرات والمخارج الأماكن الغرف. وبالتالي طبعا ممرات الهواء الراجع برضو يتواجد في مروحة تعمل على عملية سحب الهواء من الأماكن المكيفة. طبعا وبخصوص عملية تصميم مجاري الهواء، يلزم أو يجب معرفة دراسة المبنى المطلوب تكييفه، أماكن تثبيت المجاري، ومخارج إمداد الهواء الراجع اللي طبعا مخارج الإمداد للهواء للغرف، وكذلك أيضا الهواء الراجع. يعني لازم نكون نقدر نحدد أماكن تثبيت المجاري والمخارج الإمداد وبالتالي أيضا الهواء الراجع. لعملية التصميم والتثبيت هذا يجب معرفة حساب معدلات الهواء، يعني لكل غرفة لازم معرفة معدل قديش كمية الهواء أو معدل الهواء لكل غرفة، طبعا من حساب الحمل الحراري، وايضا نوع مخارج الهواء الدفيوزر، انواعها، ابعادها، مقاساتها. وبالتالي يتم عمل مخطط توضيحي. هذا المخطط يعني يوضح المجرى الرئيسي طبعا والممرات الفرعيه. وعلى المخطط التوضيح هذا يفضل انه يكون طبعا ما موضح قديش طول كل خط، قديش قطر المجرى الرئيسي، وأخطار المجاري الفرعي بنفس أيضا. بالإضافة إلى، ممكن يتم استخدام أحد طرق تصميم مجاري الهواء، طبعا في عنا ثلاث طرق نفس ما حكيناهم، وبعد هيك يعني ممكن تستخدم أي طريق من الطرق. وبالتالي بعد ما يتم استخدام أحد الطرق بيتم حساب قدرة المروحة اللازمة لدفع الهواء في المجاري الفرعية والرئيسية. بالنسبة لطرق تصميم مجاري الهواء، طرق تصميم مجاري الهواء طبعا واضح تصميم مجاري الهواء لأي نظام تكييف يجب معرفة قديش حساب مقدار الفقد فيش طبعا بالضغط، يعني قديش مقدار الفقد بالضغط في المجرى الرئيسي، وأيضا السرعة وقطر المجرى الرئيسي. طب هذا كله بيكون حسب معدل تدفق الهواء الكلي، يعني كيف نعرف معدل الفقد في المجرى الرئيسي، فقد في الضغط المجرى الرئيسي من خلال القطر، حسب القطر والسرعة حسب معدل تدفق الهواء الكلي. ومن ثم بيتم يعني المجاري الفرعية. طبعا يوجد عدة طرق، منها طريقة الاحتكاك المتساوي، طريقة فرض السرعة التناقصية، طريقة فرض السرعة الثابتة، ومن ثم طريقة استرجاع استاتيكي.
طبعا هنذكر بعض منهم، هتعرف على بعض منهم إن شاء الله. في طريقة احتكاك مساوي طريقة سرعة تناقصية، طبعا لسهولتهما بسرعات هواء المجرى الرئيسي اللي بتكون أقل من 10، طبعا سرعة أقل من أو بتساوي 10 متر بير سكند. بالنسبة لطريقة احتكاك المتساوي هي equal fraction method. طريقة احتكاك المتساوي طبعا هي طريقة ممكن نحسب كمية الهواء اللي نحتاجها لكل يتم احتياجها لكل غرفة طبعا من حساب الحمل الحراري، وبالتالي بنحسب نحدد كمية الهواء من حساب الحمل الحراري، وبالتالي نحدد معدل تدفق الهواء في كل مجرى فرعي والمجرى الرئيسي، نحدد كمية الهواء في كل مجرى سواء المجرى الفرعي أو المجرى الرئيسية، أو من ثم يتم اختيار السرعة المناسبة لمعدل سريان الهواء الكلي سواء في المجرى الرئيسي القريب من المراحل أو المجرى الفرعية. وبعد ذلك بيتم عملية حساب الضغط في عفوا عملية حساب الضغط الفقد في الضغط لكل متر في المجرى، كل متر في المجرى بيتم حساب الفقد في الضغط وكذلك القطر ايش المكافئ. وبعد ذلك بيتم فرض الفقد في طبعا فرض الفقد في الضغط لكل متر في باقي المجاري الفرعية وكذلك، ونحسب القطر المكافئ والسرعة خلال طبعا كل مجرى. بشكل يعني عند أثناء عملية تصميم مجال الهواء يجب اتباع أو معرفة بعض الخطوات. من ضمن الخطوات طبعا يتم دراسة المبنى ومخططاته، يتم تحديد نوع أو نوعية نظام مسلك، هل ريكتانجولر أو سيركل دائرة أو أبعاد مخارج الهواء أو الجريلات. يتم اختيار مخارج الهواء والجريلات أبعادها، يتم تسجيل كمية الهواء على جميع المسارات سواء الفرعية والرئيسية، يتم عمل يعني حساب مقاسات مسالك التغذية والراجع. طبعا بعدها بيتم حساب فاقد الاحتكاك في المجاري والوصلات. خلال الست هذول الخطوات بيتم عملية تصميم مجاري الهواء، دراسة المبنى، نوعية نظام المسلك، اختيار أبعاد طبعا مخارج الهواء والجريلات الديفيوزر والريتيل الجريل، تسجيل كمية الهواء الموجود طبعا على كل مسار، حساب طبعا مساقات عفوا حساب مقاسات مسالك التغذية والراجع. بعدها بيتم احتساب طبعا فاقد الاحتكاك في الفيتينجز. طريقة الاحتكاك المساوي، طريقة الاحتكاك المساوي يتم استخدامها في تصميم أنظمة مجاري الهواء خلال السرعات المنخفضة، يعني بيتم فرض فاقد الاحتكاك الثابت ما بين 0.8 إلى 1.2 بار لكل متر طولي بين المجرى، من مجرى طبعا من المجرى الهواء لكل متر طبعا لكل مسالك سواء كانت مسالك يعني المجرى الضغط يعني سواء كان رئيسي ولا فرعي. يتم يتم اختيار سرعة أو فرق الضغط من 0.8 إلى 1.2. النسبة البعية، النسبة البعية هي عبارة عن نسبة بين الضلع الأكبر والضلع الأصغر. الضلع الأكبر هو العرض بينما الضلع الأصغر هو الارتفاع أو العمق لمجرى الهواء، وبالتالي النسبة البعية هذه النسبة طبعا لازم يعني أخذها في الاعتبار أثناء عملية تصميم مجرى الهواء، لأن هذه النسبة البعية كلما صغرت قيمة النسبة كلما قلت تفادي طبعا الفاقد في الضغط نتيجة الاحتكاك، طبعا تفادي الزيادة في القدرة المستهلكة في التكلفة في المواد الخام في التصنيع في التشغيل وهكذا. واضح من المخطط تماما طبعا شكل تكلفة التشغيل، نلاحظ ان النسبة البعية قلنا طبعا زيادة في تكلفة التشغيل، كل ما قلت النسبة البعية كل تكلفة التشغيل قلت، بينما لو كانت مثلا النسبة البعية ان 10 طبعا تكلفة التشغيل حتكون مثلا ممكن 106 107، لو كانت 4 كنت تكلفة التشغيل قديش اقل.
نفس القضية بالنسبة إيش للتكلفة التركيب، عملية التركيب كل ما قلت النسبة البائعية، مثلا لو كان عندي النسبة البائعية مثلا 1، التكلفة قديش حتكون؟ 100. طب لو كانت 4 أكيد التكلفة حتكون قديش؟ ممكن 180، 140، 160 وهكذا. يعني التكلفة النسبة البائعية هي نسبة بين ضلع أكبر ضلع أصغر. يعني يفضل أن يكون كل ما قلت النسبة البائعية كل ما كان أفضل لتفادي عملية الفقر في النتيجة الاحتكاك، تفادي زيادة في القدرة المستهلكة، في تكلفة المواد الخام، في تكلفة التصنيع، في التركيب، في التشغيل وهكذا. أن الفقد في تركيبات مجاري الهواء، فقد في تركيبات مجاري الهواء طبعا في عنا طريقتين، طريقة الاحتكاك الطول المكافئ وطريقة معامل الفقد. طريقة الطول المكافئ طبعا هذه طريقة بتم طبعا من خلال هبوط الضغط في الوصلة المعينة في الفيتنج، وبالتالي الطول من المجرى المستقيم على طبعا اللي بيعطي نفس هبوط الضغط خلال الوصلة. إن طريقة معامل الفقد، طريقة معامل الفقد هذه الطريقة بيتم حساب هبوط الضغط خلال الوصلة أو التركيبة طبعا بيتم إيجاد معامل الفقد هو السي من خلال الجداول الخاصة بالتركيبات أو الفتنج. فعندنا القانون دي بي تي هي طبعا معامل الفقد في الوصلة والتركيبة بتساوي 1/2 في طبعا في رو في في تربيع في سي طبعا بي اي طبعا بالنسبة يعني وقت قياس البار 0.6 في سي في تربيع بي اي. طبعا دلتا بي تي هذا هو الضغط الكلي في الوصلة أو في الفيتنج، السي هذا معامل الفقد، الفي طبعا سرعة الهواء في المجرى، الرو كيلو جرام كل متر مكعب هذه كثافة الهواء، وبالتالي ممكن نحسبها 1.2 كيلو جرام لكل متر مكعب. في عندنا بعض الأمثلة هنطلع عليه كيف ممكن نقدر نحسب معامل الفقد والسي. طبعا معامل الفقد مثلا في التركيبات في الفيتنج مثلا في الكواع تيات ما شابه ذلك، هاي عندنا المخطط هذا طبعا كوع متني طبعا بزاوية 90 درجة يتوقع طول طبعا مجرى دائري. هذا الكوع نلاحظ انه في عندنا مثلا الأرع على دي بتساوي أرع على دي لو كان نص القطر معطى معنا، والدي معطى معنا بتاع المجرى والكوع. طبعا عندنا قيم، القيم هذه من خلال قيم هذا بنقدر نحصل ايش معامل الفقد الكلي هو السي. في الجدول الثاني بيبين لنا برضو مجرى دائري، طبعا مجرى دائري طبعا بالزاوية 45 يعني كوع بالزاوية 45، ان الجدول الاول لكوع بالزاوية ايش خمس طبعا 90. عندك هاي الدي القطر من خلال السي طبعا تحدد معامل الفقد. انا هن الكيو هذا الفلو تاع الهواء، هذا طبعا البي هذا السرعة. وبالتالي عندنا الجدول الثالث بيبين مثلا مجرى دائري ممكن يكون من 3 قطع 1 2 3، من 4 قطع 1 2 3 4، من 5 قطع 1 2 3 4 5. سواء كان مثلا عندنا السي الأرع على الدي، هذا القطع مثلا لو كان 3 قطع قديش الأرع على الدي بنحصل عليه قيمة بحدد ايش قيمة السي. هاي في عندنا مثال، المثال هذا يوضح لنا كيف ممكن نحسب معامل او نختار معامل فقد من خلال الجداول. طبعا بدنا نحسب هبوط الضغط لمجرى او لكوع مجرى مستطيل، ابعاده 200 × 300، هاي 300 هاي 200 طبعا، طبعا الكوع 90 درجة، نص قطر اللي هو طبعا 400، معدل سريان الهواء خلال الكوع 0.7. طيب نوجد قيمة معامل الفقد من الجدول، الآر على الدبليو، الآر على الدبليو نص القطر على ارتفاع 400 × 200 يساوي 2، والأش على الدبليو. طيب كيف حصلنا هذه البوينت 14؟ البوينت 14 هذه ما بين القيمة اللي حصلنا عليه 1.5 2 1.5 طبعا 15.15 سي، والاثنين طبعا بوينت
واتنين واحد ونص، ما بينهم القيمة حتطلع ايه اتش سي 1.14، يعني معامل الفرق للسي هو 0.14. نحدد ال V سبب Q على ال A، ال V طبعا ال Q معطاة معنا هي 0.7، بالنسبة لل A المساحة 0.3 في طبعا 0.300 هذه ما بتتحول لمتر، على في 0.2 هذه بتتحول 200 ملي متر، تطلع النتيجة. إذا دلتا بي تي بعمل هبوط الضغط الكلي يساوي 0.6 في السي اللي حصلنا عليها في ال V طبعا تربيع V تربيع لنا السرعة قد إيش. حصلنا ايش على هاي طبعا معامل قيمة معامل ايش الف. بخصوص طبعا كيف ممكن نحل، طبعا بالتالي من خلال حلنا هنستخدم درجة احتكاك متساوي نفرض هبوط ضغط ثابت في كل طبعا في الضغط لكل متر طول من المجرى، وبالتالي حيتم طبعا فرض واحد طبعا ضغط واحد في طبعا من طول المجرى. طبعا في عندنا خرائط، هذه الخرائط من خلالها بنقدر نحدد هبوط الضغط نتيجة احتكاك في المجرى، سواء كانت الخرائط المجاري الهواء سواء كانت دائرية أو مستطيلة. طبعا باستخدام خريطة هبوط الضغط للمجرى الدائري، عند هبوط ضغط واحد سكال لكل متر، طبعا كيف ممكن نحدد طبعا الأقمار والسرعات لكل مجرى. في الأول الشكل التخطيطي يتم تقسيمه إلى عدة مقاطع. المقطع الأول قسمنا مثلا A1 AB، الثاني BC، والثالث CDG. CDG هذا أطول مسار. كيف حددنا القطر والسرعة؟ حددنا القطر والسرعة كالتالي، عندي في المقطع AB هيكون عندي طبعا الفلو 1.2، وعندي اخترنا هبوط الضغط عند هبوط الضغط 1.1. طبعا وين تقاطع 1 باسكال بير مينوت بير ميت لكل متر، قديش 1 ضغط لكل متر مع طبعا 1.2، طبعا هيكون في نقطة تقاطع. نقاط تقاطع من النقطة هذه بيتم تحديد السرعة وتحديد ايش القطر. نفس القضية انا عندي مثلا بي سي قديش عندي الفلو، انا كوانتيتي الفلو تاع الهواء طبعا ممكن يكون 8 عفوا بوينت 8 مع الضغط عندي 1، اقدر احدد قيمة طبعا القطر واحدد ايش السرعة. نفس القضية سي دي جي نفس القضية، قديش انا عندي الفلو 0.4 مع عندي 1 تم اختيار طبعا هبوط الضغط عند 1 عند 1. هنلاحظوا نقاط التقاطع، نحدد نقاط التقاطع. طبعا لحساب هبوط الضغط الكلي في مجرى من A ل G، يعني من البداية إلى النهاية، هنوجد معامل فقط في التركيبات في الوصلات في D في السي دي في البي في البي جي عفوا في البي سي. مثلا عندي مثلا السي دي في يعني عندي تي في اللي طبعا السي بي في يعني عندي كوع، وهكذا يتم حسابهم. طبعا احنا طبعا نوجد معامل فقط في الكوع، احنا عندنا الكوع هذا ايش 3 قطع، الار على الدي شوفنا قديش القطع، ار على الدي ادتنا 1، اذا السي حتكون قديش. لو جبنا احنا قسنا هان شفنا الار قديش والدي قديش تطلع 1، اذا السي حتكون قديش 0.42. نفس القضية نحسب معامل فقد الانتقال في السي دي طبعا في السي دي والبي دي والبي سي. عملت حساب معامل فقد في السي دي والبي سي، طبعا في يوجد في ان انتقال طبعا في افرع، هذا يعمل على الهبوط على تاثير على الضغوطات، فبالتالي يتم طبعا هبوط الضغط يعني يتعرض نتيجه ايش انتقال هو اخر نتيجه الفرع، وبالتالي بيتم حساب كل طبعا كل منهما على حده
وقيمة كل منهما بتتم حسب إيش الشكل. عندنا الانتقال للبي سي، يعني كيف نحسب عمل فقط في البي سي من خلال التركيبة الخاصة بالتحويل التي طبعا اس على يساوي القيم هذه واثنين واربعين على بوينت اربعمية خمسة وسبعين تربيع تساوي بوينت تمانية، كيو اس على كيو هذه الفلو لان المسافة عندنا الفلو بوينت تمانية على بوينت طبعا على واحد بوينت اثنين سبعة سبعة، اذا السي قد يحتاط بوينت تلاتاش نفس القضية للسي دي، وبالتالي السي دي طبعا اي اس على اي سي بسبب بوينت اثنين وثلاثين على بوينت اثنين واربعين تربيع تساوي اذا السي من الجدول نحصل على بوينت اربعتاش. فبالتالي كيف ممكن نحسب هبوط الضغط الكلي؟ هبوط الضغط الكلي هو طبعا هو هبوط الضغط في المجرى المستقيم زائد هبوط الضغط في الفيتنج في التركيبات. كيف نحسب هبوط الضغط الكلي؟ هبوط الضغط الكلي طبعا دلتا بي تي هتساوي بوينت ستة في سي في في تربيع. طبعا هو الضغط الكلي في أطول مسار في أطول مجرى، عندنا المجرى أطول مجرى A من A إلى G، إذا عندنا من A إلى G واحد في أربعة وعشرين، إيش هذا الواحد في أربعة وعشرين؟ واحد في أربعة وعشرين أنا عندي هذا لو حسبنا قديش الطول إنه أربعة وعشرين متر، واحد طبعا في أربعة إحنا مش اخترنا فقط ضغط واحد في أربعة وعشرين زائد بوينت ستة في في تربيع، في تربيع هذا السرعة موجودة طبعا في الجدول اللي حصلنا طبعا في A B المقطع A B ضرب السي معامل الفقر في البي سي زاد بوينت ستة في البي تربيع في البي سي ضرب السي معامل فقط في التركيبة السي دي زاد بوي ستة في بي تربيع في سي ناقص سي جي مش ناقص سي من سي ل سي من سي ل جي ضرب سي دي زاد بوي ستة بي تربيع في سي جي في سي جي. وبالتالي عندي واحد في أربعة وعشرين أربعة وعشرين بوينت ستة في بوينت ستة طبعا في بوينت تلاتاش بوينت تلاتاش هذه من ضمن هي بوينت تلاتاش طبعا البي سي هذه يعني معامل الفقد في البي سي في التركيبة بي سي طبعا ضرب السرعة في المقطع بي سي زائد بوينت ستة في بوينت اربعتاش تركيبة سي دي زي سي دي في السرعة زاد بوينت ستة في اثنين واربعين في خمسة بوينت اثنين هذه طبعا في السرعة زاد بوينت ستة في واحد في خمسة بوينت اثنين وبالتالي بتطلع نتيجة ثلاثة وخمسين طبعا ثلاثة وخمسين بوينت ثمانية بار. طبعا لنا هي المخطط طبعا المخطط هذا أمامنا مخطط طبعا هبوط الضغط نتيجة احتكاك في مجال الهواء، ان معدل علاقة ما بين معدل الصهاريين وهبوط الضغط لكل متر. في حال مثلا كان احنا اخترنا هبوط الضغط لكل متر واحد طبعا اخترنا واحد طبعا قديش عندنا الفلو مثلا في المجرى الاول او في المقطع الاول مثلا لو كان مثلا عندي عشرة لو كان عندي اربعة ثمانية هذه خلاص منها بقدر احدد السرعة بالاتجاه هذا طبعا والديامتر بالاتجاه الاخر نفس القضية بحدد ايش ثلاث سرعات. وبالتالي في نهاية طبعا اللقاء طبعا هتم ان شاء الله عمل homework وبالتالي استكمال للقاء هذا هتم في عنا طريقتين الطريقة طبعا حسبها مجرى من خلال هبوط الضغط ومن خلال الضغط الاستاتيكي ان شاء الله تعالى.